السلام عليكم. كنشكر السلطات ورجال الامن وسيد الوالي مع وسيد العامل والعمده وسيد رئيس الدائره وسيد القايد وسعاده استاذ الامن حاضر بقوه وكنشكروه وكنشكر رجال الامن كاملين وسيد الوالي ولي الامن كازا الدار البيضاء وكنشكروا جميع السلطات اللي حاضره بقوه وحاليا المعاناه 23 سنه من بداها اللي زعما حاكم ما بين الابتدائيه والاداريه وكانت انا داك جماعه سيدي بليوط ولات مقاطعه انتقلنا الى جماعه الدار البيضاء من بعد جماعه الدار البيضاء 23 سنه من بعد 5 سنين تنفيذ من بعد تنفيذ الجدال الاولى والثانيه والثالثه داكشي فيه ان ما كانش ما كيكونش هو هذاك اللجنه كل ساعه شكون ما كيحضرش دابا حاليا كلشي حاضر وكنشكرهم دابا حاليا وقع واحد المشكل هذاك السيد دخلوه باش يحسب السلعه ما عندوش حق السيد محكوم عليه باش يخوي ما عندوش حق باش يحسب السلعه هو تما هذا هو اللي كنتسائل شكون اللي خلاه يدخل باش يحسب السلعه تما حنايا الا دخل ديالنا عندنا امر من رئيس المحكمه حنا عندنا امر من رئيس المحكمه امر ب معاينة الفتح وجلد السلع وتسليم مفاتيح امر ما عند رئيس المحكمة بناء على محضر التنفيذ حنا اصحاب محضر التنفيذ وقرار جماعي 37 جاي على محضر التنفيذ كنتاسفوا كيقول لك اسيدي حنا كنفذوا قرار جماعي 37 وكي جا قرار جماعي جعل الاحكام قضائية باسم جلالة الملك وموديال عندنا في محضر التنفيذ علاش خذينا حنا محضر التنفيذ موديال بقرار جماعي 37 اذن حنا اللي عندنا الصفه هذاك القرار 37 موديال في محضر التنفيذ ما يمكنش انا عندي قرار 37 في محضر التنفيذ وتكون ما عنديش انا الصفه انا كنتسائل شكون اللي دخل هذا السيد باش يحسس السلعه في المحل مسمار جحا زعما انا حتى انا عندي حتى انا كنت في المحل وتحكم عليا بالافراغ ودابا حتى انا حاسب السلعه معاهم غياخذ المحضر وغيمشي للمحكمه شوف شمن تحراميات كاينه غيديروا هذا هو اللي كاين عمليه الفتح ياك عمليه الفتح اللي 5 سنين وحنا كنعانيو من هذه العمليه ديال الفتح من 2018 مع 2018 المقرر الجماعي 2018 من بعد 2018 الجدال الاولى والثانيه والثالثه دابا كنشكروا السلطه كنشكروا رجال الامن كنشكروا ولي الامن الدار البيضاء وسيد الوالي مع سيد العامل وسيد العمده كنشكرهم هذا المنبر اللي سهرانين على هذا الشيء هذا والسلطات حاليا دابا كنتاسف كيفاش هذا الفتح كاين ولكن احنا ما غيعطيوناش الساروت ما غيسلموناش الساروت كاين ان كيقول لك اسيدي دابا كينفذوا القرار الجماعي وغيديو لينا الساروت ومنين غيديو الساروت غتمشي خصك تمشي للمحكمه غتولي خصك النيابه العامه او خصك احكام قضائيه المهم غتولي غرامه تهديديه وصافي هذا هو اللي كاين ولكن هذا اللي كنعرفوا حنا دابا الان تاع عندك مقرر قضائي اللي هو حكم باسم جلاله الملك لا حكم قضائي باسم جلاله الملك ومحضر التنفيذ ومحضر التنفيذ عندك حكم قضائي عندك قرار جماعي وعندكم محضر قرار جماعي مدير في محضر التنفيذ مدير محضر التنفيذ صافي يعني باش خدينا باش نفذوا لينا يعني اللي باين في العمليه هو ان الناس حيحيدوا المقرر القضائي لهذا المستقل عطوا لكم الحقوق ديالكم خصكم مباشره تدخلوا لا هما دابا حاليا عندهم واحد النيه لا هو باي صفه الساروت واش باغوا يدوا المحل هما هما هذا هو اللي كاين صافي باغي باش انا وهذاك السيد هذاك اللي محكوم عليه باش يبقى حتى هو في الصراعات في المحاكم دابا فهمتي التحراميات دابا حنا هذه تحراميات باش يصيفطوكم المحكمه تبقى في الصراع في المحاكم يعني ولكن بالنسبه حنايا شوف اخرى غادي ندخل غندخلوا انا ما عنديش ثقه انا عارف غندخلوا مجال واحد اخر لا حول فهمتي غندخلوا شكايه الوكيل العام يعني مباشره المعاناه ستستمر غندخلوا الشكايه مباشره سيد وكيل العام يعني المعاناه ستستمر ستستمر المعاناه 23 سنه حيت كاين لوبي عرفتي شنو كاين لوبي هذا الملف شوف كاين لوبي اللي عانينا 23 سنه كاين لوبي كيتحكم في هذا الملف كاين الفلوس كاين الفلوس وكاين الفلوس كاين الفلوس واخا تحل المحل واخا تحل المحل كاين الفلوس مازال المعاناه حيت حاب الفلوس النفوذ باغي يسلموك الساروت
انت غيديو السالوت هما، انت عندك محضر تسك. ولكن ترى الحكم دابا في سميتك انت اللي خصك. ودابا المشكل انت مشيتي للمحكمه 23 سنه، فحال الا كنتي كتلغي القرار هما يستافدوا. فهمتيني دابا القرار بلاتي من من الواحد لا بحال الا لغيتي الجماعه هما باغي يستافدوا مع الجماعه. ونفدت لينا ونفدت لينا. وعلاش غتعقب تاخذ الساروت ديه؟ ما فهمناش كيفاش هادشي هذا، ما فهمناش علاش غيديو الساروت. واش هي اللي مشات دعات باش ترد المحل ولا انت اللي مشيتي لعيتي؟ وحنا اللي مشينا للمحكمه وصدرنا احكام لصالحكم على الجماعه الدار البيضاء ونفدت لينا. دابا غيديو الساروت هذا هو اللي كنقول. الحكم هذا لصالحكم غيديو هما يا. باغي يديو الساروت الاحكام ديالنا. ولا بحال الا حنا مشينا للمحكمه اليوم. القضاء واش حكم لكم ولا حكم لهم؟ هذا هو المشكل. دابا حنا بحال المحكمه مشينا للمحكمه ضيعنا 23 سنه. قلنا لهم المحل يبيعوا يشرو فيه. الاسم ديالي بكوري العالمي عبد الاله ابن فاطمه الخليفي اخت محمد بن بشير الخليفي مداوي الحقوق اللي عندها 50% في هذا المحل هذا. كممت افواه بعض المشككين في نزاهه القانون. احنا الحمد لله اليوم احنا كنشوفوا القرار ديالنا تفعل على ارض الواقع. الفرحه ما تقدرش توصف. هذا هو ولكن اللي عنده إلمام بالملف ديالنا ديما كنقولها هو السي أحمد، هو اللي عنده إلمام، فهاد المنبر هذا راني كنشكرو جزيل الشكر على أنه القرار ديالنا الحمد لله القانون نصفنا، العدالة نصفتنا، والحمد لله هالقرار هو تفعل، لا أكثر ولا أقل من ذلك، حنا 23 سنة وحنا في نضال، وملي وصلنا للحقيقة يكفينا فخران على أن وصلنا للحقيقة ديالنا، بالمجهود ديال من؟ بالمجهود ديال المؤسسات اللي نزيهة ووفية وفي العمل ديالها، لا أقل ولا أكثر. أنتم غتتبعوا مازال الملف ديال هادشي حتى شوف حنا اللي حنا غادي نتابعوا واحد الإنسانة اللي خرجات وطعنات في الشرف ديالنا وشكات في الوثيقة ديال الإراثة وقالت لك على أنه إراثة مزورة، كيف يعقل على أنه أخت الهالك وتزور الشهادة؟ هذا هو اللي غادي نتابعوا في هذا الملف هذا. من بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم من نتفرغوا من هذا الملف هذا غندخلوا الملف واحد آخر. حنا والفنا في المحاكم ووقفنا هذه 23 سنة، فكاين من اللي رزنا عاوتاني شي 23 سنة واحدة أخرى مع هذيك السيدة عاوتاني اللي شكات في النزاهة ديال هذا، ما كاين مشكل عاوتاني. غنتابعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم قضائيا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا هذا اللي غيتنزع غيمشي للجماعه. سؤال، علاش هذه المحاكم كامله اللي تقول تما 23 عام باش الجماعه تاخذ الثروه؟ انتم داعي للجماعه وتحيدوا في الاخر باش انتصر فيكم العداله تاخذوا الثروه وغتدي للجماعه. شوف ولي الحديث بقيه، عاوتاني نشوفوا مع الجماعه وننسقوا معها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وإذا كاين شي مستجدات عاوتاني غادي نخبركم في اخر وقت ممكن. الحمد لله الخير الكبير، شوف الخير الكبير هو المحل تحل وتفعل على ارض الواقع، هذا هو الخير الكبير. خطوه ايجابيه هذه، ماشي غير خطوه ايجابيه، هذه من ايجابيه وزيد لهيه.